القراءة من أهم الوسائل لاكتساب العلوم والمعارف، فعندما نقرأ نزداد قوة وتجربة. لذلك قيل الإنسان القارئ تصعب هزيمته، فأي هذه الصور يا أصدقائي هي التي تعبر عن المقولة؟ أرسل رقم الصورة المناسبة للعبارة إلى الأرقام التالية: عمانتل 91191، أريدو 91822، لتكون أحد الفائزين الثلاثة في السحب الأسبوعي على مبلغ 300 ريال عماني. وللمشاركة في برنامج علم ومرح أرسل اسمك الثلاثي عمانتل 91173، أريدو 91821. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من رفع القواعد من بيت الله الحرام في مكة المكرمة مع ولده الذبيح إسماعيل. ماذا تريد يا إبراهيم؟ أتريد سخط الآلهة؟ أتريدها أن تنزل بنا الكوارث والعقاب؟ في الأوقات التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وطنا في القلب تجذر، وهواه نما فينا وأزهر، أبناؤك عزم وعطاء، لا شيء يعوقنا أو يقهر، بسواعدنا نبني علاكا، لا شيء وعقولنا تبتكر الأكثر، ينبوع حنانا يا وطني، حلم يبهجنا ويتخضر، أنا طفل اليوم وزينته، بستان عطاء غدا يثمر، أنا مبتكر أنا مجتهد، أصنع فرحي لن أتأخر، ننهض للنور نعانقه، لو أسدل الليل وتعذر، فنخيل بلاد تباركنا، وشموس بلاد بنا تفخر. صباح الخير وصباح المحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة من برنامج علم ومرح. إن شاء الله كذا تستمتعوا معنا في حلقة اليوم، وأهلا وسهلا بكم. صباحكم أفراح. نوفمبرية تحكي فرحة شعب بقائدها المفدى سلطان عمان، وألبسه ثوب الصحة والعافية، وجمعة مباركة للجميع يا أصدقائنا الأطفال، وإن شاء الله اليوم تستمتعوا معنا في هذه الحلقة الجميلة. صباح الخير يا وطني، صباح بالأمان غني، صباح الخطو يسبقنا إلى إطلالة الزمن، هنا لعب الرفاق معي، هنا حقلي، هنا سكني، هنا علم نمد له تحايا الروح والمنن،
شموخ جبالك الشماء بالأمجاد يأسرني معيد العطر تاريخا يسافر في خطى سفني. سنبني ثراك نجتهد لتبقى شامخا وطني. ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أصدقائي الأطفال، تحية صباحية نوفمبرية نبعثها لكم أينما كنتم تتابعون برنامج علم ومرح. أهلا وسهلا بكم جميعا. برنامجنا اليوم وحلقة اليوم من البرنامج إن شاء الله راح تكون حافلة بالإيجابية، بالتفاؤل، بالحماس، بالمتعة وبكل شيء جميل إن شاء الله، وأيضا بالمسابقات الشائقة وبالفقرات العديدة الموجودة معنا في البرنامج. راح نتعرف على بعض هذه الفقرات مع زميلتنا خلاص. شكرا لك يا يزيد، وأيضا برنامج علم ومرح يحمل الكثير من الفقرات الشيقة والجميلة، ومن ضمن فقرات علم ومرح فقرة أنت تسأل مع صديقتنا ليلاس العبرية، وأيضا فقرة لماذا مع صديقتنا شهلة البلوشية. ودائما علم ومرح يدعوكم ويتيح لكم الفرصة في المشاركة معنا في البرنامج، تحضروا معنا الاستديو، تشاركونا بمواهبكم الجميلة، وأيضا في مسابقة صورة وعبارة. ما ننسى دائما نحن نسعد بسماع أصواتكم والمشاركة معنا. للمشاركة ما عليكم غير أنكم تتواصلوا معنا وترسلوا اسمكم الثلاثي على عمانتل 91173 وأريدو 91821. وطبعا معنا كل حلقة 4 فائزين، وكل فائز 70 ريال عماني مقدم من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
كذلك أصدقائنا الأطفال راح نمنح اليوم مع فقرة نمرح مع العنود، وراح نتعرف على مفاهيم علم السلطنة، وأيضا راح نتكلم عن أهمية التمسك بالتراث العماني وإحيائه في كل مكان وزمان لنجعله دائما مشرق على مر السنين، فترقبوا ذلك في حلقة اليوم. القراءة من أهم الوسائل لاكتساب العلوم والمعارف، فعندما نقرأ نزداد قوة وتجربة، لذلك قيل الإنسان القارئ تصعب هزيمته، فأي هذه الصور يا أصدقائي هي التي تعبر عن المقولة؟ أرسل رقم الصورة المناسبة للعبارة إلى الأرقام التالية: عمانتل 91191، أريده 91822، لتكون أحد الفائزين الثلاثة في السحب الأسبوعي على مبلغ 300 ريال عماني. وللمشاركة في برنامج علم ومرح أرسل اسمك الثلاثي عمانتل 91173، أريده 91821. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام، اللهم احفظ بلادي الحبيبة عمان واحفظ باني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. سلطنة عمان تسخر بالكثير من المواهب، ونحن في برنامج علم ومرح دائماً نستضيف هذه المواهب الجميلة الموجودة معنا في سلطنة عمان، فخلنا الحين نروح مع صديقتنا شهد. السلام عليكم يا شهد. بخير. شهد كيف حالك؟ الحمد لله. إن شاء الله طيبة يا صديقتنا شهد. شهد في أي صف أنت؟ ثاني. في الصف الثاني ما شاء الله، وكيف المدرسة؟ حلوة. أنت دائما متميزة في المدرسة صحيح؟ ولما المعلمة تدخل الصف تقولك السلام عليكم، إيش تقول أنت؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام، يعني دائما اللي يسلم عليك تردي عليه بعليكم السلام صحيح؟ جميل يا صديقتنا شهد. طيب إيش راح تقدمينا؟ نشيد. نشيد؟ عن إيش يتكلم هذا النشيد؟ عن الأم والأب، عن الوالدين صحيح؟ يلا نسمع النشيد. صباح الخير صباح الخير يا أمي، صباح الخير يا أبتي، صباح الخير من قلبي تردد لحنها شفتي، وداعا إنني ماضي بدربي نحو مدرستي، هنا رتبت أقلامي وممحاتي ومسطرتي، وكل دفاتري صارت مرتبة بمحفظتي، كتبت وظائفي فيها كما أوصت معلمتي، فيا أمه زيديني دعاء فيه من فعتي، فإن رضائك يسعدني يسعد رضائك أبتي. ما شاء الله عليك يا شهد، تستاهل أكبر أكبر تحية. أيوة ما شاء الله عليك يا شهد. شهد، بما أن هذا النشيد اللي قلتيه يتكلم عن حب الوالدين صحيح؟ أنت دائما تحترمي والدينك وتساعدي أمك في البيت؟ إيش تساعديها؟ في إيش تساعدي أمك في البيت؟ في الطبخ. في الطبخ ما شاء الله، أنت تعرفي في الطبخ؟ إذا ليش ما جبتينا كذا طبخة جميلة من يد شهد؟ مرة ثانية تجيبين إن شاء الله؟ حلو يا شهد. وأيضا والدك في إيش تساعدي؟ تساعدي في كل شيء صحيح؟ جميل يا شهد ما شاء الله عليك. إن شاء الله لما نشوفك كذا يعني أحد البارزين في سلطنة عمان، إيش تريد تكون إن شاء الله في المستقبل؟ إيش طموحك المستقبلي؟ يلا نريد نعرف. شهد إن شاء الله لما نشوفها كبيرة إيش تريد تصير؟ طبيب. طبيبة، يا سلام، طبيبة أطفال. ما شاء الله عليك يا شهد، الله يحقق جميع أحلامك وتستاهل أكبر تحية. حيوة تستاهل تحية صديقتنا شهد. أعطيني ناقل الصوت وتفضلي إلى مكانك، روحي لموهبة ثانية، إلى مكالمة. روحي لمكالمة شكرا. بعدها نرجع. شكرا لك يا يزيد. نروح كذا لأول مكالمة معانا لليوم ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معانا؟ سليمة بنت علي بنت سعيد الفارسي. يا أهلا وسهلا يا سليمة، من وين تكلمينا؟ من ولاية صور. من ولاية صور. يا سلمى في الصف كم؟ يا سليمة في الصف كم؟ صف الرابع. صف الرابع.
طيب يا صديقتي، فاهمة مسابقة صورة وعبارة؟ أيوة. يلا نروح نشوف السؤال. طبعا حلقتنا اليوم تتكلم عن التراث. سؤال معك يقول: تراثنا الخالد، اكمل كذا بعبارة مناسبة. أساس تقدمنا وحضارتنا. تراثنا الخالد أساس تقدمنا وحضارتنا. ممتاز يا صديقتنا، وتستاهل تحية. شكرا. عفوا يا صديقتنا. إيش الأماكن التراثية الموجودة في صور تعرفيها؟ السفن. أيوة، عندنا السفن وصناعة السفن. شكرا لك يا صديقتنا. يلا نختار رقم، اختاري معانا أرقام من الواحد لحد الثمانية. خمسة. خمسة راح لصديقتنا سليمة بنت علي الفارسية. شكرا لك يا صديقتنا سليمة، تابعينا لنهاية البرنامج وإن شاء الله تكوني أحد الفائزين معنا في البرنامج. جميل يا خلاص الحين. يلا نروح لصديقتنا عنود. يلا نكمل مع موهبة. يلا تفضلي يا عنود. طبعا أصدقائي الأطفال راح نكمل المواهب وراح نجيب معنا صديقتنا الفنانة أسيل، تفضلي معنا. راح نشوف كذا إبداعاتها إن شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف المدرسة؟ زينة. أنت في أي صف؟ خامس. عارفين على اسمك بالكامل؟ أسيل منصور سعيد محمد العامري. يا أهلا وسهلا يا أسيل، إيش عندك اليوم تقدمينا؟ صور. صور رسومات أنت رسمتيها؟ نعم. جميل جدا، خلينا نشوفها مع بعض. هذه أول رسمة. هذه الرسمة الأولى تتكلم عن الألوان الساخنة والألوان الباردة. جميل جدا، وانت جسدتيها في الألوان الساخنة، جسدتي الزهور والأسهم والقلب، وهنا الأوراق والورد، وإيش هذا؟ الثلج، صح؟ جميل جدا يا صديقتنا، خلينا نشوف الرسمة اللي بعدها. ما شاء الله، إيش هذا الجمال؟ إيش سويتي هنا؟ هذه الرسمة تتكلم عن الشروق. الشروق، وإيش استخدمتي من الألوان؟ استخدمت الألوان الساخنة، البرتقالي والأصفر والأسود. جميل جدا، وهذه ألوان مائية صحيح؟ نعم. رائع. نشوف هذا قاع البحر، صح؟ نعم. إيش سويت في قاع البحر؟ رسمت اللي هي الأعشاب وبعض يعني الكائنات. الكائنات المائية. صحيح، جميل رائع. هذا إيش؟ حصان البحر، صح؟ البحر. رائع يا صديقتنا. نشوف الرسمة اللي بعدها. إيش هذه الرسمة؟ هذه الرسمة تتكلم عن نظافة مدرستنا ونحن نحافظ عليها وننظفها. ما شاء الله، حلو أنك ترسمي كذا أشياء توعوية علشان تخبري أصدقائنا الأطفال المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية، صحيح؟ نعم. رائع يا صديقتنا. خلاص؟ جميل جدا، طيب خبرينا أنت من متى بديتي ترسمي؟ أنا بديت أرسم من الصف الأول. بديت أرسم من الصف الأول. جميل، ومن كان يساعدك في هذا الرسومات؟ أمي وأبوي. حلو، إيش الألوان اللي دائما تحب تستخدميها؟ يعني الألوان الزيتية، المائية، الخشبية؟ أحب أكثر شيء أستخدم الألوان المائية. رائع يا صديقتنا، وإيش تطمحي تصيري لما تكبر إن شاء الله؟ مهندسة. مهندسة بإذن الله، كذا نشوف إيش مهندسة كبيرة في عمان الحبيبة. موفقة يا عزيزتي، وتحية كبيرة لصديقتنا. شكرا، اتفضلي. شكرا لك يا عنود. نروح لثاني مكالمة معانا. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. من معانا؟ مزيان نجيب البلوشي. مزيان بنت نجيب البلوشية، من وين تكلمينا يا مزيان؟ من ولاية مسقط. من ولاية مسقط، في الصف كم؟ الثامن. في الصف الثامن، ممتاز. فاهمة مسابقة صورة وعبارة؟ ايوه. يلا نروح نشوف السؤال. تراثنا الخالد، اكمل كذا بعبارة مناسبة. عنوان مجدنا ومصدر فخرنا. تراثنا الخالد
عنوان مجدنا ومصدر فخرنا. عنوان مجدنا ومصدر فخرنا. فخرنا، ممتاز يا صديقتي، تستاهل تحية. شكرا لك، عبارتك جميلة. ممكن تعددين إيش الأشياء التراثية الموجودة في سلطنة عمان؟ السفن. السفن. القلاع. القلاع. والحصون. زرتي أحد الحصون الموجودة في سلطنة عمان؟ أعيد السؤال. أنت من ولاية مسقط صحيح؟ أيوة. طيب زرتي أحد الحصون الموجودة في سلطنة عمان؟ أيوة. ممتاز يا صديقتنا. في ولاية صور؟ أيوة. إيش زرتي هناك؟ قلعة نزوة. في ولاية صور قلعة نزوة؟ أيوة. أنا أول في ولاية صور حصن السناسنة. سناسلة عفوا. وضريح بيبي مريم. وبعد إيش؟ ضريح بيبي مريم. شكرا يا صديقتنا. يلا الحين ننتقل للأرقام، اختاري معانا رقم من 1 إلى 8. يلا يا صديقتنا، يلا سريع اختاري معانا رقم. 7. رقم 7 راح لصديقتنا ميزيان نجيب البلوشية. شكرا لك يا صديقتنا على المشاركة، وتابعينا لنهاية البرنامج، وإن شاء الله تكوني أحد الفائزين معنا في المسابقة. شكرا لك يا إخلاص، وأيضا الشكر موصول إلى زميلتنا وصديقتنا ميزيان، شكرا لك على المشاركة. نكمل الحين مع المواهب والروح لصديقتنا حور. تعالي يا حور، هذا نقل صوت، فضل نقل صوت يا حور. أيوة حور، كيف حالك؟ بخير إن شاء الله. طيبة يا حور، من أي ولاية؟ من أي ولاية جيتينا؟ من وين أصلك؟ من مسقط؟ أنت من وين؟ من محافظة الشرقية. من محافظة الشرقية، ما شاء الله، أهلا وسهلا يا صديقتنا حور. حور في أي صف؟ رابع. في الصف الرابع، ما شاء الله، وكيف المدرسة؟ حلوة. يلا نريد نعرف أسامي صديقاتك، من أسامي صديقاتك؟ لوغاين. أيوة. سندس. حلو. وأنت في المدرسة دائما تقوموا بالأعمال التطوعية، تساهموا في تنظيف المدرسة. جميل أن نحن مثل يعني كأصدقاء نكون فريق تطوعي في المدرسة، نقوم بتنظيف ساحة المدرسة، ساحة الطابور، صحيح يا حور؟ أيوة. جميل، وأنت تشاركي في الإذاعة المدرسية؟ أيوة. إيش قدمتي في الإذاعة المدرسية؟ تمثيل. تمثيل، وأنت اليوم إيش راح تقدمينا؟ قصيدة. ما شاء الله، أنت متعددة المواهب. جميل يا حور، يلا نسمع القصيدة. في البداية نريد نعرف عن إيش تتكلم هذه القصيدة. عن الوطن. عن الوطن، حلو. يلا بما أننا نحن مقبلين على 18 نوفمبر، هذا العيد الوطني البهيج، يلا نسمع هذه القصيدة الوطنية. تلكم تلكم عمان فإنها لي موطن، وعمان في الأوطان كالشريان، سكني وأمجادي وموطن عزتي، فهي الأمومة داخلي وكياني، بلد المكارم والشهامة والندى، منذ القديم متينة البنيان. عجبا عجبا لهذه الأرض كيف تشدنا، شد المحب حبيبه بأماني، لو لم تكن أم القرى أو طيبة موجودتين لقلت خير مكاني. شهدت لها كل الأنام بعزة وحضارة مشهودة العمران، لم تأتي تلك الحضارة هكذا، بل كان مقداما يقود وباني، بل كان مقداما يقود وباني. ما شاء الله عليك يا حور، تستاهل أكبر تحية. حيوها حور، ما شاء الله عليك يا حور، هذه قصيدة جميلة. أنا سبق لي أني ألقيت هذه القصيدة، هذه القصيدة تعجبني كلماتها، ما شاء الله عليك يا حور، وأنت أدائك ما شاء الله. طيب يا حور، أنت من متى بديتي في هذا المجال اللي هو في الإلقاء الشعري؟ من صف أول. من صف الأول، ما شاء الله، وصرت دائما تلقي القصائد في الطابور؟ أيوة. وفي معلمات كذا ساعدنك في المدرسة؟ أيوة. وأكيد أبوك وأمك هم الداعم الأساسي لك، صحيح؟ ما شاء الله، نوجه تحية لجميع أولياء الأمور الموجودين معانا خلف الاستديو، تريد تحيوهم؟ يلا حيوهم، يستاهلوا تحية.
جميل، وشكرا لك يا حور، ترجعي مكانك. شكرا يا حور. إذا المشاهدين الكرام مستمرين مع هذه المواهب الجميلة والفقرات، لكن بعد هذا الفاصل خلكم معانا. علم ومرح، علم ومرح. يقول لي صاحب اليوم خلاني، لي صاحب اليوم خلاني، كم تصبح تعد ومساكم، عوقنا في اليدين بنحسبه، واللي يتابع معانا بنحسبه، عساكم على الخير خلاني، في صباحكم دوم ومساكم. يقول عاين من بعيد كل بنيان، عاين من بعيد كل بنيان، فلقنا ترى يساعد الثاني، وكلنا بنزرع يا باكر ياس، طلعنا قبلنا يا المترجم، وعلم الإشارة يا باكر ياس، وشكرا جزيلا يا المترجم. كلهم ترى الناس كل بنيان، كل واحد يساعد الثاني، وكلهم ترى الناس كل بنيان، كل واحد يساعد الثاني. علم ومرح، علم ومرح. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام، نشكر أصدقائنا الحلوين اللي دائماً يتحفون بهذا الفن الشعبي الموجود فقط في سلطنة عمان لا غير، اللي هو فن الميدان. تعرف يا أخلاص أن اليوم الميدان اللي تكلموا عنه هو عن ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. فجميل دائماً نحن كذا نلقي القصائد، يعني صديقنا طبعاً هم اللي ألقوها سندس وخالد، كل الشكر لهم، وجميل أن نحن دائماً نلقي القصائد نشجع اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. ما نقول ذوي الاحتياجات الخاصة، نقول ذوي القدرات العالية العظيمة الجبارة. إذا الحين خلنا نروح مع زميلتنا العنود. طبعاً أعزائي المشاهدين، راح نستكمل معاكم فقرة المواهب، ونجي معانا صديقتنا فاطمة. تفضلي معانا يا فاطمة. فاطمة كيف حالك؟ عارفين على اسمك بالكامل؟ فاطمة بنت سليمان القاسمية. يا أهلا وسهلا، من وين زيارتنا؟ من السيب. من ولاية السيب، جميل. انزين صديقتي فاطمة، أنت عندك اليوم قصص تقولين إياها صحيح؟ أنت في أي صف؟ الرابع. ومن متى بديتي تقرأي القصص؟ صف الأول. جميل جدا، يلا سمعينا القصة اللي عندك اليوم. تفضلي، وين قصتها؟ يلا جيب القصة. وين قصتها؟ جيب القصة هنا، خليتيها معاش فاطمة. هذه قصصك؟ تعالي. يلا يا فاطمة، شاطرة. الثعلب الماكر والحمار الغبي. خليها على الطاولة. كان الأسد ملك الغابة جائعا، وكان معه الثعلب الذي لا يفارقه في حله وترحاله، وكان بمكانة وزير. قال الأسد: يا ثعلب أحضر لي طعاما وإلا أكلتك. قال الثعلب: تأكلني؟ لا لا، الحمار موجود الآن، آتيك به لتأكله. قال الأسد: حسنا ولا تتأخر. ذهب الثعلب في زيارة الحمار. قال له: أريد أن أسر إليك بخبر إن الأسد يبحث عن ملك للغابة بمواصفاتك ليعم السلام الغابة وعلى جميع الحيوانات، فتعال معي حتى تتقرب منه. قال الحمار: هل أنت متأكد يا ثعلب؟ قال الثعلب: نعم. وأخذ الحمار يفكر بالمنصب الذي ينتظره فرحا بفرصة عمره، وأخذ يتخيل شكله وهيئته وهيئة مملكته وحاشيته وما جاش به من أحلام وردية وحلقت به إلى فضاء آخر. أما أن وصل الحمار لدى الأسد، وقبل أن يتكلم قام الأسد وضربه على رأسه فقطع أذنيه، ففر الحمار على الفور، وهكذا فشلت عملية السلام الأولى. قال الأسد: يا ثعلب
أحضر للحمار وإلا أكلتك. قال الثعلب سأحضره لكن أرجوك أن تقضي عليه هذه المرة. قال الأسد أنا بانتظارك. راح الثعلب للحمار ثانية وقال له صحيح أنت حمار، كيف تترك مجلس ملك الغابة وتضيع على نفسك هذه الفرصة وهذا المنصب؟ ألا تريد أن تصبح ملكا؟ قال الحمار يا ثعلب تضحك علي وتقول إنه يريد أن ينصبني ملكا وهو في الواقع يريد أن يأكلني. قال الثعلب يا حمار هذا غير صحيح، هو حقا يريد أن ينصبك ملكا ولكن تمهل ولا تستعجل. قال الحمار إذن بماذا تفسر ضربته على رأسي حتى طارت أذناي؟ قال الثعلب أنت غشيم يا حمار، كيف ستتوج وكيف سيركب التاج على رأسك؟ كان يجب أن تطير أذناك حتى يركب التاج على رأسك يا حمار. قال الحمار صدقت يا ثعلب، إذن سأذهب معك إلى الأسد طيب الذي يبحث عن السلام. رجع الحمار برفقة الثعلب إلى عرين الأسد مرة ثانية. قال الحمار يا أسد أنا آسف فلقد أسأت الظن بك. قام الأسد من مكانه واقترب من الحمار ثم ضربه مرة ثانية على مؤخرته فقطع ذيل الحمار، ففر الحمار مرة أخرى. قال الثعلب أتعبتني يا أسد. قال الأسد متذمرا أحضر للحمار وإلا أكلتك. قال الثعلب حاضر يا ملك الغابة. وهكذا تكون قد فشلت العملية الثانية. رجع الثعلب للحمار وقال له شكرا يا صديقتنا فاطمة، ربما القصة طويلة جدا لكن ما الحكمة من هذه القصة الرائعة؟ الحكمة منها أن لا أخدع أشخاص وأن لا أكذب. احنا ما نكذب على الناس وما ننكر عليهم صحيح. انزين صديقتنا فاطمة انت من متى بدأتي تقرأي قصص؟ من الصف الاول. انزين وش القصص اللي تحبي تقرأيها دائما؟ قصة الثعلب المكر والحمار الغبي، قصة الطفلان والساحرة. جميل يا صديقتنا، وحلو ان احنا دائما نستمر في القراءة احنا واصدقائنا الاطفال علشان نتعلم اكثر صحيح. شكرا لك يا صديقتنا فاطمة، تحية كبيرة لصديقتنا فاطمة. يا صديقتنا فاطمة صراحة أنا كنت متحمس للعملية الثالثة، إيش راح يصير في العملية الثالثة لكن ربما لضيق الوقت بعد البرنامج إن شاء الله نسمع القصة. طيب جميل يلا نروح لمكالمة. قول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معانا؟ ولاء. ولاء بنت من؟ سالم. إيش قبيلتك؟ لحيائي. يا أهلا وسهلا، من وين تكلمينا يا ولاء؟ من بركاء. من ولاية بركة. طيب صديقتنا نروح نشوف السؤال. أيوة يلا جاهزة؟ نعم يلا نشوف السؤال. تراثنا الخالد، واكملي كذا بعبارة جميلة ومناسبة. منير الأفكار. يلا يا صديقتنا عيدي كذا. منور الأفكار وينير طريق الحياة. طيب يا صديقتنا كذا عيد شوية العبارة. ينير تراثنا الخال وينير طريق لحياة الحياة. شكرا يا صديقتنا، صف قولها. طبعا عبارتها كانت تراثنا الخالد ينير الأفكار وينير الحياة. شكرا لك يا صديقتنا. يلا الحين اختاري معنا رقم 1 و2 و3 و4 و8 و6. اختاري رقم 3. رقم 3 لصديقتنا ولاء بنت سالم اليحيائية. شكرا لك يا صديقتنا وشكرا اللي كان يساعدك. الحين اسمك دخل معنا في السحب، تابعينا لنهاية البرنامج وإن شاء الله تكوني أحد الفائزين معنا. شكرا لك يا صديقتنا. أيضا نحن يعني نوجه إلى أولياء الأمور، حلو أنكم أنتم تساعدوا أطفالكم لكن في نفس الوقت هو اختبار لقوة التعبير مع الأطفال، فحلو أن تخلوهم هم يجربوا إيش معاهم. ولكن يعني على كل حال نحن نشكر جميع أولياء الأمور على هذه المساعدة. مشاهدين الكرام برنامج علم ومرح مثل ما نقول دائما يحمل في طياته الكثير من الفقرات، ومن هذه الفقرات الجميلة فقرة أنت تسأل مع زميلتنا ليلاس العبرية. يا ترى إيش هو التساؤل؟ راح نسمع بصوت ليلاس العبرية، خلكم معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي في فقرة أنت تسأل. طبعا نعود لكم اليوم بمعلومة جديدة وتقول: هو من مكملات الزي العماني الرسمي للرجال، ويلبس في المناسبات الاجتماعية والرسمية، ويتكون من النصل والقطاعة والمقبض والحزام. فيا ترى ما هي أسئلة المشاركين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرفني على اسمك؟ أنس بن مالك بن سليمان العمري. يا أنس، من أي ولاية زايرنا؟ ولاية سيب. ما شاء الله أشوفك كاشخ اليوم. أنت جاهز بنت أهل عيز وطني. زين، الحين راح أعطيك معلومة وأنت حاول تصيغ لنا السؤال. المعلومة تقول: هو من مكملات الزي العماني الرسمي للرجال، ويلبس في المناسبات الاجتماعية والرسمية، ويتكون من النصلة والقطاعة والمقبض والحزام. فما هو سؤالك؟ ما هو مكونات الخنجر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرفينا على اسمك؟ اسمي لين بنت ماجي العمرية. يا لين، من أي ولاية زيارتنا؟ ولاية سيب. ما شاء الله شوفوا اليوم كاشخة، لابسة اللبس العماني، طالعة حلوة. لازم، لأنه نبدع حل عيد الوطني. الحين أنا راح أعطيش معلومة وانت حاولي تصغي لنا السؤال. المعلومة تقول: هو أحد مكملات الزي العماني الرسمي للرجال، ويلبس في المناسبات الرسمية والاجتماعية، ويتكون من النصلة والقطاعة والمقبض والحزام. فما هو سؤالك؟ ما هو الشعار الموجود في العلم؟ ما وما هو؟ ما شاء الله عليك، سؤالك صحيح. انت تعرفي وش هو الشعار الموجود في العلم؟ هو وش هو؟ خنجر وسيفين. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن تعرفنا على اسمك؟ يونس. الحين راح أعطيك معلومة وانت حاول تصيغ لنا السؤال. المعلومة تقول: هو من مكملات الزي العماني الرسمي للرجال، ويتكون من النصلة والقطاعة والمقبض والخنجر، ويلبس في المناسبات الرسمية والاجتماعية. فما هو سؤالك؟ سؤالي: ما هو شعار سلطنة عمان؟ وانت تعرف وش هو شعار سلطنة عمان؟ سيفين وإيش؟ سيفين وخنجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرفينا على اسمك؟ حور عاصم العرفاتي. يا حور، من أي ولاية زايرتنا؟ من ولاية مسقط. الحين راح أعطيش معلومة وأنت حاولي تصغي لنا السؤال. المعلومة تقول: هو من مكملات الزي العماني الرسمي للرجال، ويتكون من النصلة والقطاعة والمقبض والحزام، ويلبس في المناسبات الرسمية والاجتماعية. فما هو سؤالك؟ يوجد داخل العلم، وهو الشعار الأساسي للسلطنة. فما هو؟ وانت تعرفي وش هو الشعار الأساسي للسلطنة؟ السيفين وإيش؟ الخنجر. ممكن تعرفينا على اسمك؟ شهلاء من العامري. يا شهلاء، من أي ولاية زايرتنا؟ من ولاية السيب. ما شاء الله شوفش كاشخة، تتجهزي حل عيد الوطني؟ نعم. ما هو سؤالك؟ من مكونات الشعار النصلة، فما هو؟ وانت تعرفي وش هو الإجابة، وش هي الإجابة؟ الخنجر. أيوة، شكرا. عفوا. هكذا كانت الأسئلة للمعلومة التي طرحناها اليوم على المشاركين، والتي تقول: هو من مكملات الزي العماني الرسمي للرجال، ويلبس في المناسبات الرسمية والاجتماعية، ويتكون من النصلة والقطاعة والمقبض والحزام، وهو بالطبع الخنجر، شعار عمان الحبيبة يا أصدقائي. وكذلك يلبسه الرجل العماني، ويتزين بها الأطفال منذ صغرهم، ويتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. وكما يقال: شعارنا سيفين والخنجر عمانية. ونلتقيكم في معلومة جديدة. علم ومرح، علم ومرح. طبعا أصدقاء
أبنائنا الأطفال رجعنا لكم. عودة لكم مشاهدينا الكرام أصدقائي الأطفال. طبعا نشكر زميلتنا ليلاس العبرية على هذه الفقرة الجميلة. طبعا حديثنا اليوم كان عن مكونات الخنجر العماني، متى يلبس هذا الخنجر العماني؟ طبعا هو من مكونات أو من مكونات زي العماني الرجالي، دائما يتزينوا به الرجال في المناسبات في الأعياد. فخلنا أنا أعرف عن الزي العماني الرجالي اللي هو الخنجر والعمامة والشال وغيرها من مكونات الزي العماني. خلنا نعرف إيش هي مكونات الزي النسائي. خلاص ترى أنا أبداً ما أعرفش عن الزي النسائي. طيب يا صديقني يزيد، طبعاً الزي العماني التقليدي دائماً المرأة تتزين فيه في المناسبات وفي المحافل، وكل بلدة أو كل ولاية تختلف عن الأخرى. زي العماني للنساء اللي هو الدشداشة، نفس زميلتنا هذه الصغيرة لابسة والصروال، ويكون في حاجة تسمى الوقاية. جميل يا خلاص. طيب. ما شاء الله عليك. خلاص نحن الحين وصلنا إلى فقرة جميلة معنا في البرنامج اللي هي فقرة نمرح مع العنود، ونشوف زميلتنا العنود. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا يا أصدقائي. طبعا في فقرة اليوم راح إن شاء الله نتعرف على ألوان علم السلطنة أيضا، وراح نقوم بتركيب هذه الألوان مع صديقاتنا الأطفال، وراح نتعرف على معاني هذه الألوان. أول شيء نرحب صديقاتنا. السلام عليكم. تفضلي صديقتنا، كيف حالك؟ الحمد لله. إيش اسمك بالكامل؟ ليال بنت يحيى سليمان حنظلي. يا أهلا وسهلا، من وين زيرتنا؟ من ولاية السيب. من ولاية السيب في محافظة مسقط. أهلا وسهلا فيك يا صديقتنا. تعرف على صديقتنا الثانية؟ حور بنت أحمد بن سعيد المسوري. يا أهلا وسهلا يا حور، من وين زارتنا؟ من محافظة الشرقية. أهلا وسهلا يا صديقاتي. مستعدات تلعبوا معانا اليوم؟ أيوة. طبعا المسابقة عبارة، الفقرة عبارة عن تركيب ألوان علم السلطنة. طبعا أنتوا كلكم عارفين العلم صحيح؟ عارفين ألوانه صحيح؟ مستعدين؟ عندكم وقت لمدة دقيقتين، خلونا نشوف أجمل لوحة فنية تمثل علم سلطنتنا الحبيبة. طيب يلا، 1 2 3. يزيد بس لو تخلي صديقاتنا وأصدقائنا المتواجدين يعني يساعدوهم. عبعض حلوين. لا أحلى أحلى بعد، أنا ما أسمع. ممتاز يا صديقتنا حور، كملي. يلا أصدقائكم يشجعوكم، نشوف من راح يفوز معانا. ممتاز، شكل أسرع. يلا يا ليال، بس طيب شكل أحسنتي. يلا كملوا. جميل. يلا صديقنا خلصتي؟ واللون الأبيض لصقتي؟ والشعار جميل ممتاز. إذا صديقتنا ليال انتهت من إلصاق الألوان وتركيبهم. ننتظر صديقتنا حور. انتهيتي؟ والشعار؟ لصق الشعار ممتاز. طبعا أصدقائنا الأطفال صديقاتنا قاموا بتركيب ألوان العلم. إيش رأيك يا صديقتنا ترفعي كذا العلم علشان نشوفه الأصدقاء؟ ممتاز، جميل جدا. طيب صديقاتنا انت شايفات الوان العلم صحيح؟ زين صديقتنا ليال لو تخبرينا اللون الابيض على ايش يدل؟ على السلام. جميل جدا، فعلا اللون الابيض يدل على النقاء والسلام. صديقتنا حور خبرينا اللون الاخضر على ايش يدل؟ على الخضرة. على الخضرة والزراعة والخصب. واللون الأحمر طبعا يدل على المعارك التي خاضت سلطنتنا الحبيبة على مر العصور وانتصارها على الأجانب. طيب وأيضا كذلك ما ننسى الشعار اللي يدل على الأسلحة التقليدية في سلطنتنا الحبيبة. أنتوا ما شاء الله اليوم حتى متزينين بألوان العلم، وأنت أحييت التراث لما لبستي الزي التراثي. من اللي ساعدش في هذا اللبس؟ أمي. جميل جدا، نوجه لها تحية. وأيضا صديقتنا تزينت بألوان العلم بشكل رائع،
وجميل. شكرا لصديقاتنا وان شاء الله يعني شكرا لصديقاتنا. وايضا نخبركم الحين من فازت معانا، فازت معانا صديقتنا ليال، تحيوها. وايضا صديقتنا حور فازت معانا، ما حد يروح زعلان، فازت معانا صديقتنا ليان ب 20 ريال من هيئه الاذاعه والتلفزيون، وصديقتنا حور ب 10 ريال عماني. اهم شيء استمتعتوا باللعبه وعارفين الوان العلم. جميل جدا يا صديقاتنا، شكرا لكم. وان شاء الله اصدقائنا الاطفال راح يتجدد فينا اللقاء في فقره نمرح مع العنود بشكل ممتع دائما ومرح، فتابعونا على مر الحلقات. شكرا لك يا العنود، والحين نكمل مع مواهبنا الحلوين. شكرا لك يا صديقاتنا. الحين نروح الى صديقتنا نور. وين نور؟ انت نور؟ العنود لو تسمحي ناقل الصوت. شكرا. تفضلي يا نور. نور كيف حالك؟ خير ان شاء الله. طيبه يا صديقتنا نور، اعطيني اسمك الثلاثي مع القبيله. نور بنت احمد بنت سعيد المسروري. حياك الله يا صديقتنا نور. وانت حور اختك صح؟ ما شاء الله. من اي ولايه؟ ولايه شرقيه. من ولايه الشرقيه، اهلا نور. من محافظه الشرقيه صحيح؟ من محافظه الشرقيه، جميل. وفي اي صف؟ رابع. الصف الرابع، يعني انت وحور توام. ما شاء الله. ايش راح تقدمين ان شاء الله؟ عن نشيد الوطن. راح تقدمين نشيد وطني؟ يلا نسمع. عالم بلادي باهي المنظر، أبيض أحمر ثم الأخضر. عالم بلادي باهي المنظر، أبيض أحمر ثم الأخضر. الأبيض أمن وأمان، سلم كالبدر إذا أزهى. والأحمر نار تحرق من يضمر حقدا ويريد الشر. والأخضر أرض غناء، خطبا يكسو لون الأنوار. وهناك شعار في الجانب، يا ولدي سيفان وخنجر. هذا بلدي هذا عالمي، حبي لهما دوما يكبر. ستظل عمان بلا دوما، وبقائدها حقدا تفخر. ما شاء الله عليك يا نور، تستاهل أكبر تحية. حيوها. تستاهل نور، ما شاء الله عليك يا نور. نور، بما أننا نحن إن شاء الله مقبلين على 18 نوفمبر، دائما نشوف الإعلام في كل مكان، في اللبس النسائي، اللبس الرجالي، الشوارع، السيارات، دائما وفي كل مكان نشوف علم السلطنة. تعرفي إيش هي ألوان علم السلطنة؟ أبيض أحمر أخضر. أحمر وأخضر. وإيش الشعار اللي يتوسط هذا العلم؟ إيش هو الشعار؟ وأنت ذكرتيه في القصيدة الحين، ومعاك العلم بعد. يلا إيش هو هذا الشعار؟ هذا يا نور، إيش هو الشعار السلطنة؟ سيفين وخنجر. سيفين وخنجر، ما شاء الله عليك. نتمنى دائما أن نحن نحافظ على هذا العلم، نعرف إيش يعني اللون الأبيض على إيش يدل، اللون الأحمر واللون الأخضر على إيش يدلان، وأيضا السيف والخنجر على إيش يدل هذا الشعار الجميل. طيب يا حور، اللون الأبيض مثل ما قالت الحين زميلتنا العنود، على إيش يدل؟ على السلام والنقاء صحيح؟ واللون الأحمر على المعارك الذي خاضتها سلطنة عمان، وطبعا التي انتهت بالفوز والانتصار. واللون الأخضر على الطبيعة والزراعة والخضرة، وأكيد سلطنة عمان بلاد الأمن والأمان وبلاد السلم والسلام. شكرا لك يا صديقتنا نور، وتستاهل تحية. أرجع مكانك يا نور، شكرا لك، يعطيني ناقل صوت. ونروح الحين إلى مكالمة مع زميلتنا إخلاص. شكرا لك يا يزيد. نروح لمكالمة أخرى ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا، من معانا؟ دانا بنت سعيد بنت سالم العلوية. دانا بنت سعيد العلوية، من وين تكلمينا يا دانا؟ من السوق، من ولاية السوق. طيب يا صديقتنا علي شوية صوتك، من أي ولاية؟ من ولاية السوق. من ولاية صور. صديقتنا أنت في صف كم؟ أول. صف الأول. تعرفي ألوان علم عمان؟ نعم. إيش ألوان علم عمان؟ أحمر. نعم. وأخضر. أيوة. وأبيض. شاطرة يا صديقتنا. والشعار؟ إيش الشعار الموجود في العلم؟ خنجر. الخنجر. و
والسيفين. والسيفين، ممتاز يا صديقتنا. يلا نروح نشوف السؤال. معنا تراثنا الخالد، واكمل العبارة. نصونه ونحافظ عليه للأبد. نصونه ونحافظ عليه للأبد، ممتاز يا صديقتنا وتستاهل تحية. جملة رائعة يا صديقتنا دانا. الحين اختاري معنا رقم 1 و2 و4 و6 و8. اختاري رقم 4. رقم 4 لصديقتنا دانا بنت سعيد العلوية. شكرا لك يا دانا، تابعينا لنهاية البرنامج وإن شاء الله تكوني أحد الفائزين معنا. شكرا يلا لك يا إخلاص. نكمل مع المواهب. مع المواهب. يلا نروح للمواهب وتجي صديقتنا لولو. تعالي يا لولو تفضلي، هذا ناقل صوت. هنا هنا يا صديقتنا لولو. لولو جميل. أهلا وسهلا يا لولو، كيف حالك؟ لولو أنا ما أسمع صوتك، كيف حالك يا لولو؟ بخير إن شاء الله. طيبة يا لولو، تعالي شوية هنا. أيوة خلاص جميل. طيب يا لولو، لولو أنت في أي صف؟ ثالث. في الصف الثالث ما شاء الله. ومن أي ولاية جيتينا؟ المصنعة ودام الساحل. من ولاية المصنعة، حياك الله يا صديقتنا لولو. لولو إيش راح تقدمين إن شاء الله؟ شعر. قصيدة. عن إيش تتكلم القصيدة؟ عن سفينة شباب عمان الثانية. يا سلام، عن سفينة شباب عمان، صحيح. يلا نسمع. هذا الشعر مني وفاحب تعابير، وانا وسط غبة وجنب الغواني، للحوسن المغوار والنوخذ العود، والسعدي اللي فيها هايب هيامي، كلكم نشامة والنعم فيكم وقد، وكلنا معاكم والعهد في كلامي. سفينة شباب عمان حازت الأول، ومن قبل يوم الفوز جاني في منامي، حلمت إني حامل الكاس وامشي فرحان واعزف من أغاني ميامي. يا رب وفقنا ونوصل على خير، يودام مني شكرا، يودام مني شوق وأحلى سلامي. يا ديرتي يا ديرة أهلي وربعي، يا ديرة أحبابي وديرة عمامي، ابشر يا قائدنا ترى جنودك بخير، وانته سنتنا للوطن دوم حام. ما شاء الله عليك يا فاطمة وتستاهل أكبر تحية. حيوها ما شاء الله عليك يا صديقتنا فاطمة. أنت ذكرتي في القصيدة المنطقة اللي هي ودام، هذه ودام هي منطقة في ولاية المصنعة، وهي طبعا قاعدة السيد سعيد بن سلطان. طبعا كل الشكر لشبابنا العماني الموجودين في هذه السفينة اللي هي سفينة شباب عمان، ونحن دائما نفتخر أن هذه السفينة هي أحد السفن الموجودة في سلطنتنا الحبيبة. شكرا لك يا فاطمة وتستاهل تحية مرة ثانية. حيوة. شكرا لك يا يزيد. نروح لمكالمة ثانية ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معانا؟ ملاك عبد الله العبري. ملاك عبد الله العبري، من وين تكلمينا يا ملاك؟ من ولاية البريمي. من البريمي. طيب يا صديقتنا في الصف كم؟ سابع. الصف السابع. طيب صديقتنا أعطينا كذا أهم التراث الموجود في سلطنة عمان. القلاع والحصون. أيوة القلاع والحصون والمتاحف الأثرية. طيب يا صديقتنا يلا نروح نشوف السؤال. نشوف السؤال ومعانا تراثنا الخالد، وأكمل كذا بعبارة مناسبة. تراثنا الخالد هو هويتنا الوطنية ورمز أجدادنا. تراثنا الخالد هو هويتنا الوطنية ورمز أجدادنا، ممتاز يا صديقتنا وتستاهل تحية. طيب يا ملاك اختاري معنا رقم، تبقى 1 و2 و6 و8. اختاري رقم 1. رقم 1 راح لصديقتنا ملاك عبد الله.
العبرية. شكرا لك يا ملاك، واسمك دخل معنا في السحب، وتابعينا لنهاية البرنامج. الحين كذا خلونا نروح لفاصل قصير وإن شاء الله راجعين لكم، ابقوا معنا. هذا اليوم يبدو مختلفا، الشمس بهية العينين تتلألأ بخيوطها الفضية كأنها لجة على صفيحة بيضاء، والأشجار يا ريما تلوح للسماء، تهمس بحفيف شجي كوشوشة الريح في أذن الحقول، وخرير الماء ينساب كسلسبيل وعيون. نعم نعم يا أنسام، هذا اليوم كل شيء يبدو مختلفا، ألوان السيارات، أثواب النساء، أسطح المنازل والمدارس، وأهازيج الرجال، إنها ملامح العيد تنعكس على زهور الأرض ونوارس الفضاء. نعم نعم يا صديقتاي، أبيض أحمر أخضر، ثلاثة ألوان تتكرر أمام أعيننا مع كل خطوة وفي كل وجهة وعند كل منحنى وعلى كل طريق. انظروا انظروا، لقد جاء أصدقاؤنا وفي أيديهم يحملون الحلوى والأزهار، ومن أعينهم تلمع الفرحة وتقفز الأشعار. الوطن يكتب التاريخ هذا للزمن، جادك الغيث إذا الغيث سكن بين أرجائك وانسابا مزن. يا عمان المجد يا عمان المجد يا عمان المجد قابوس الوطن. وعيون الروض في أفلاجك تزرع الحب وتهديه فنن، يا ديار السلم والحلم معا زانك الخير سهولا ومدن. يا عمان المجد يا عمان المجد يا عمان المجد قابوس الوطن. يا ذرى قابوس جهدا وعمل، أشعل النار على رأس العلم، وارسم الفجر زهورا وأمل، وارسم الفجر زهورا وأمل. يا عمان المجد يا عمان المجد يا عمان المجد قابوس الوطن. يا عمان المجد يا عمان المجد يا عمان المجد قابوس الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. الحين وصلنا إلى فقرة رائعة موجودة معنا في البرنامج، اللي هي فقرة أو مسابقة اقرأ مع مزون. هذه المسابقة الجميلة الموجودة معنا في البرنامج، خلنا نشرح هذه المسابقة بشكل مختصر. معي فريقين، فريق أبو مسلم البهلاني على يميني، وعلى يساري فريق ابن دريد. أنا وزعت عليهم قصائد أو نصوص شعرية متشابهة، راح نطلع إلى مقطع فيديو مع زميلتنا مزون الصوافية، راح تنشد هذه الأبيات الشعرية الموجودة معهم. بعدها لما نرجع من المقطع راح يقلبوا الأوراق، ومباشرة نبدأ مع الأسئلة. طبعا أجوبة الأسئلة من وين راح تكون؟ راح تكون من مضمون القصيدة، فإذا ركزوا في القصيدة وتابعوا مع زميلتنا مزون الصوافية فنقولهم ألف مبروك، أنتوا راح تجاوبوا على جميع الأسئلة. فهذا الشيء المتطلب منكم، تركزوا وأيضا تابعوا مع زميلتنا مزون. طيب خلنا في البداية نتعرف على فريقين. في البداية نتعرف على فريق أبو مسلم البهلاني، تفضل يا صديق المايك، نقل صوت. من اسمك؟ محمد جاسم الناصري. حياك الله يا محمد. محمد علي صوتك، يلا. محمد جاسم الناصري. أهلا وسهلا يا محمد. وصديقتنا ليان بدل المجيني. جميل. ونتعرف على فريق ابن دريد.
ليان بن محمود الحنظلي. حلو. أسير منصور سعيد الحنظلي. أهلا وسهلا بكم، وأنتم راح تشكلوا فريق ابن دريد. يلا مشاهدينا الكرام، خلنا نشوف زميلتنا مجنون الصوافية إيش القصيدة اللي راح تنشدها، ولنا عودة بإذن الله مع الأسئلة. خلكم معانا. وطني الغالي يا عمان، وطني يا أحلى الأوطان، وطني أم تحن وأب وجمال يبدو فتان، فيه نشأت فيه رتعت وسجدت لرب الرحمن، وتعلمت حروفا عليا ورسمت بأحلى الألوان، علما أبيض أحمر أخضر فيرفرف فوق البلدان، أهتف يحيى علم بلادي وأبونا الغالي السلطان، أهوى تربا فيك بلادي أغلى من در وجمان، لا يكفيها ورق الدنيا لن يرقى للوصف بيان، أهتف يحيى علم بلادي وأبونا الغالي السلطان، أهتف يحيى علم بلادي وأبونا الغالي السلطان. شكرا لك زميلتنا مجنون الصوافية، وأيضا الشكر موصول لصاحبة القصيدة الشاعرة الأستاذة عائشة بنت حميد الجامعية على هذه الكلمات الجميلة. كذا مشاهدينا الكرام نحن وصلنا إلى الأسئلة، وخلنا نبدأ مع الأسئلة لفريق الشيخ أبو مسلم البهلاني، وسؤالكم الأول يقول، هذا أسهل سؤال، نبدأ بسم الله، ما موضوع القصيدة؟ سهل، أمسك ناقل الصوت يا صديقي وبعدها أعطيني الإجابة. طيب جمال بتانت العالم عمر، يعني قربت، لكن الفكرة الرئيسية اللي يتكلم عنها النص إيش؟ عالم عمر. لا، بعدك ما وصلت. يلا خمسة، يلا إيش؟ حب إيش؟ سلطان قابوس. ماذا؟ لا، بعدك. حب الوطن. حب الوطن، ممتاز، إجابة صحيحة، ما شاء الله عليك، ونقطة واحدة لفريق أبو مسلم البهلاني. جميل، نروح إلى فريق ابن دريد، وأيضا سؤالكم الأول يقول، من الشاعرة التي كتبت هذه القصيدة؟ الحين أنا كنت أقول اسم الشاعرة. عائشة بنت حميد الجامعية. الشاعرة الأستاذة عائشة بنت حميد الجامعية، وإجابة صحيحة، ممتازين، حيوهم. أيضا نقطة لفريق ابن دريد. نرجع لفريق أبو مسلم البهلاني، سؤالكم الثاني يقول، وجمال يبدو فتان، كلمة فتان تعني متقلب، ساحر وجذاب، ناصع البياض. يلا عندكم 10 ثواني عشان تفكروا في الإجابة، تشاوروا وبعدها أعطوني الإجابة، لا تستعجلوا. ساحر فتان. ساحر وجذاب ومثير، إجابتكم إجابة صحيحة، ممتازين، حيوهم، حلوين. نقطتين لفريق أبو مسلم البهلاني، ونروح إلى السؤال الثاني مع فريق ابن دريد. يقول السؤال الثاني، فيه نشأت فيه رتعت، كلمة رتعت ماذا تعني؟ لولو. نعم؟ اللولو. لا، بعد. يلا معاكم خيارات، عشت في رخاء ونعيم، عشت في فقر، أم سافرت من بلد إلى آخر. يلا عشت في رخاء ونعيم. عشت في رخاء ونعيم، خلاص أكيد؟ أكيد. وإجابتكم الإجابة الصحيحة، ممتازين، ممتازين. إذن نقطتين لكل الفريقين، حلوين. نروح إلى السؤال الثالث لفريق أبو مسلم البهلاني. تقول الشاعرة الأستاذة عائشة بنت حميد الجامعية، أهوى ترابا فيك بلادي أغلى من در وجمان، أهوى ترابا فيك بلادي أغلى من در وجمان. كلمة در ماذا تعني؟ التراب، التواضع، أم اللؤلؤ؟ التواضع؟ لا، مش التواضع، اللؤلؤ. يلا اللؤلؤ، وإجابتكم طبعاً الإجابة الصحيحة، الدر معناها اللؤلؤ. جميل، ما شاء الله عليكم، حيوهم. وثلاث نقاط إلى الآن مع فريق أبو مسلم البهلاني. نروح إلى السؤال الثالث مع فريق ابن دريد.
كلمة جمان تعني اللؤلؤ، الأرض الأرض المنبسطة أم السماء؟ يلا. كلمة جمان تعني اللؤلؤ، الأرض المنبسطة أم السماء؟ الأرض المنبسطة؟ لا، مش الأرض المنبسطة، اللؤلؤ. اللؤلؤ إجابتكم الإجابة الصحيحة، ممتازين. إذن الدر واللؤلؤ والجمان كلها تفيد معنى واحد، فهذا مثل ما يقولون لك دائما أكثر عن كلمة تفيد معنى واحد في اللغة العربية. نروح إلى السؤال الرابع أي القبل الأخير لفريق أبو مسلم البهلاني، أكمل من القصيدة يا، وصلنا إلى السؤال الأصعب. أهتف يحيى علم بلادي، كمل عنها. يلا. بلادي يا أحلى الأوطان. لا خطأ، بعدك ما وصلت. أهتف يحيى علم بلادي وأبونا الغالي، وأبونا الغالي السلطان، ممتازين، إجابة صحيحة، هيوهم. نحن دائما نحاول أن نساعدكم قدر المستطاع. يلا وصلنا إلى السؤال الرابع مع فريق ابن دريد، يلا ركزوا معي. أكمل من القصيدة أيضا، فيه نشأت فيه رتعت، كملوا علي. وسجدت لربي، القافية هي النون. يلا. السلطان، المنان، الرحمن، دائما كذا القافية تكون بالنون. يلا. وسجدت لربي لصالح السلطان. لا، وسجدت لربي هي أحد أسماء الله الحسنى. وسجدت لربي وأنا ذكرتها الحين. المنان. لا. خمسة أربعة، وسجدت لربي. أنت إيش قلت الإجابة؟ المنان. المنان. لا. وسجدت لربي. شوف شوف المساعدات تجيكم من خلف الكواليس. الرحمن. شكرا لكم، للأسف انتهى الوقت. طبعا الإجابة كانت فيه نشأت فيه رتعت وسجدت لربي الرحمن. جميل. إذا راح عليكم السؤال الرابع ما مشكلة، عوضوا في الأسئلة القادمة. نروح لآخر سؤال مع فريق أبو مسلم البهلاني، هذا السؤال الأخير. بما شبهت الشاعرة الوطن في البيت الثاني؟ الشاعرة الأستاذة عائشة بنت حميد الجامعية في البيت الثاني شبهت الوطن بشيء، إيش شبهت؟ تراب النخل؟ لا ما وصل، عشان ثواني معاكم. بالأم التي إيش؟ إيش صفات الأم؟ في أحد؟ ذوبة؟ لا. حميدة؟ بعدك ما وصلت لنا. يلا. حنونة؟ يعني خلاص نحن بنمشي لك الإجابة، إجابة صحيحة، هي بالأم التي تحنو على أبنائها وتعطف عليهم، لكن ما مشكلة إجابتكم الإجابة صحيحة بما أنكم قربتوا. إذن خمس نقاط لفريق أبو مسلم البهلاني، الحين أنتوا ضمنتوا الخمس نقاط. نشوف السؤال الرابع الأخير لفريق ابن دريد، ما مفرد كلمة در؟ هل كلمة در إيش مفردها؟ جبل أم درة؟ درة. درة، وإجابتكم الإجابة الصحيحة، ممتازة. إذن شكرا لكم، شكرا لكم من القلب. طبعا الفريق الفائز معانا هو فريق أبو مسلم البهلاني، ألف ألف مبروك لكم، 50 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وأيضا فريق ابن دريد ما راح تطلعوا من معانا زعلانين، أيضا نبارك لكم 20 ريال عماني. أيضا أصدقائنا إن شاء الله راح يتحفون بالمواهب الموجودة معاهم. حلو، خلنا الحين ناخذ مواهبكم. صديقنا محمد، يلا نسمع إيش معك الموهبة، إيش الموهبة اللي حضرت لنا إياها؟ الغناء. الغناء، ما شاء الله أنت متميز في هذا المجال. يلا نسمع. حلوة عمان يا بلادي الغالية، هي زاهية دائما في كل عين، راياتها بالكون دايم عالية، قابوس رسالة أساس متين. حلوة عمان يا بلادي الغالية، هي زاهية دائما في كل عين،
وهذه عمان الأصالة من زمان، تاريخها العابق مثل اللبان، ويا دانيتين داني ودان اللتين، دان اللتين دان ويودان اللتين. ما شاء الله عليك يا صديقنا، ويستاهل أكبر تحية. حيوه حيو صديقنا محمد. ما شاء الله، من متى بديت هذا المجال؟ من متى أنت بديت تنشد أو تغني؟ الصف الأول. وتشارك في الإذاعة المدرسية؟ شكرا لك يا صديقي. والروح إلى صديقنا، من اسمك ذكرني باسمك يا صديقي، امسكنا أقل صوت. ليهم. الأيهم. الأيهم إيش راح تقدم لنا؟ غناء. أيضا أغنية؟ يلا نسمع. عايدي عمانة والفرحة كبيرة، والبسي ثوب الفرح في يوم عيدك. عايدي عمانة والفرحة كبيرة، والبسي ثوب الفرح في يوم عيدك. وانت عنوان الفخر في كل ديرة، وانت درب العز ماضيك وجديدك. ما شاء الله عليك يا صديقنا الأيهم، شكرا لك، ويستاهل تحية. حيوه يستاهل تحية صديقنا. ونرجع الحين مكاننا ونروح إلى مكالمة. شكرا لك يا يزيد. نروح لمكالمة أخرى ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معانا؟ فرح. فرح، أعطينا اسمك الثلاثي. فرح محمد العرامية. فرح بنت محمد العرامية، من وين تكلمينا يا فرح؟ من صور. من ولاية صور. يلا يا فرح خلينا كذا نروح نشوف السؤال. معنا تراثنا الخالد، واكملي كذا بعبارة مناسبة. مصدر الهام لجال على مدار السماء. طيب يا صديقتنا، ممكن تعيد العبارة كذا بصوت واضح؟ مصدر الهام للأجيال على مدار الزمان. مصدر إلهام للأجيال على مر الزمان. ممتاز يا صديقتنا، وتستاهل تحية. طيب يا صديقتنا، اختاري معانا رقم، تبقى 2 و6 و8. اختاري رقم. لمن؟ يلا يا فرح، رقم كم؟ 8. رقم 8 راح لصديقتنا فرح محمد العريمي. شكرا لك يا صديقتنا فرح، وتابعينا لنهاية البرنامج، وإن شاء الله تكوني أحد الفائزين الأربعة. والحين ننتقل إلى صديقتنا العنود. طبعا أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم فقرة المواهب، ورح تجي معانا الحين صديقتنا ليال. تفضلي يا ليال. ليان عفوا، صديقتنا ليان. شكرا يا ليال. المايك يا يزيد لو سمحت. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف؟ ايش اسمك؟ ليان بدر احمد علي المجيني. يا اهلا وسهلا، من وين زايرتنا؟ من ولاية المصنعة ودام الساحل. من ولاية المصنعة في محافظة الباطنة. اهلا وسهلا يا صديقتنا، ايش عندك تقدمين اليوم؟ رسومات. رسومات؟ جميل جدا، وين رسوماتك؟ خلينا نشوفها. خلينا نساعدك. يلا يا رعاية يا صديقتنا، هذه خبري أصدقائنا الأطفال إيش رسمتي لهم؟ رسمة عن عمان. رسمة عن عمان، رسمت فيها العلم صح؟ وإيش هن ألوان العلم؟ الأبيض والأحمر والأخضر. صحيح، خلينا نشوف الرسمة اللي بعدها. إيش هذه؟ بيت. وإيش استخدمت الألوان؟ الألوان الخشبية والمائية. جميل، أنت مزجت الألوان الخشبية مع المائية صحيح؟ رائع يا صديقتنا. نشوف الرسمة اللي بعدها. ايش هذا الرسمه؟ بنت تلعب في المطر. بنت تلعب في المطر، وان شاء الله هذا الشهر يكون في عندنا امطار خير وبركه باذن الله. شكرا يا صديقتنا، وان شاء الله انت لما تكبري ايش تريد تكوني؟ مذيعه باذن الله تعالى، تكوني في كذا برامج اطفال، تحبي تكوني تقدمي لاصدقائنا الاطفال صحيح؟
رائع يا صديقتنا، شكرا لك، تفضلي مكانك، حيوها. تحية، شكرا لك يا صديقتنا ليان، ما شاء الله عليك. وننتقل إلى صديقتنا اللي متزينة بهذا اللبس الجميل المكون من ألوان علم السلطنة. أهلا وسهلا، من اسمك؟ ليال. ليال، أهلا وسهلا يا ليال. ليال اسمك جميل ما شاء الله. ليال من أي ولاية؟ من ولاية السيب. من ولاية السيب، أهلا وسهلا فيك يا صديقتنا. وإيش راح تقدمي إن شاء الله؟ قصة. قصة؟ يلا القصة موجودة هناك، يلا تعالي نشوف القصة. يلا روحي مع زميلتنا العنود عشان نشوف هذه القصة. هذه قصص اليوم أصدقائنا يعني محضرين لنا هذه القصص الجميلة اللي دائما نحن نستفيد منها، صحيح؟ جميل. طيب تعالي امسكي، أنا راح أمسك لك ناقل الصوت، خلي علمنا الجميع علم سلطنة هنا، واقرأي القصة. تعالي هنا يا صديقتنا، تعالي هنا. حلو، جميل، يلا نسمع القصة. عنوان القصة: أمي كنز الحياة. أمي كنز الحياة. أستيقظ كل يوم على صوت أمي، فهي التي توقظني إلى المدرسة. جميل. أفرش أسناني وأغسل وجهي وألبس ملابسي، فهي التي تحرص على نظافتي. يا سلام، جميل. تعد أمي الإفطار لي، ولا أغادر المنزل إلا وأنا أقبلها احتراما لها. أقبلها احتراما لها، وأيضا عندما أعود من المدرسة تستقبلني وتعد للغداء، وفي المساء تساعدني في حل الواجبات. أمي هي سر نجاحي وتفوقي، أمي هي كنز حياتي. أمي هي كنز حياتي، كل الشكر لجميع أمهاتنا اللي يتعبن دائما ويحرصن على سعادتنا وعلى عيشتنا الهنيئة، تستاهل أكبر تحية، حيوها. صديقتنا ليال، هذه القصة اللي أنت قرأتيها فيها كثير من الصفات الجميلة، إيش من الصفات اللي كان صديقتنا الصغيرة تسويها؟ مثلا هي تحترم أمها، صحيح؟ نعم. وأمها في إيش كانت تساعدها؟ في حل الواجبات. حل الواجبات، تعدلها الفطور، صحيح؟ نعم. ما شاء الله. وأنت كيف تقدري أنك تعبري عن حبك لأمك في البيت؟ إيش تسوي لأمك؟ أساعدها. تساعدي أمك، جميل. واحترمها. تحترمي أمك. وطيعها. جميل، ما شاء الله عليك يا صديقتنا ليال. طيب، علم السلطنة مكون من اللون الأحمر والأخضر والأبيض، صحيح؟ نعم. وفي شعار يتوسط هذا العلم، إيش هذا الشعار؟ السيفين والخنجر. السيفين والخنجر، ما شاء الله عليك، تستاهل تحية. تستاهل تحية صديقتنا ليال، أعطيني ناقل الصوت، تفضلي مكانك ونروح إلى مكالمة. شكرا لك يا يزيد، نروح لمكالمة أخرى ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معانا؟ صالح محمد علي الجابري. صالح محمد القابري، من وين تكلمنا يا صالح؟ من قعلان. من قعلان، من أي قعلان؟ قعلان بني بو علي. من قعلان بني بو علي. طيب يا صديقنا، فهم مسابقة صورة وعبارة؟ نعم. يلا نروح نشوف السؤال. معنا تراثنا الجميل، تراثنا الخالد، واكمل كذا بعبارة مناسبة. تراثنا الخالد سيبقى فخر عمان مدى الزمان. تراثنا الخالد سيبقى فخر عمان مدى الزمان. جملة جميلة يا صديقنا، ويستاهل تحية. حيوك، يستاهل تحية. طيب يا صديقنا، اختار معنا رقم، تبقى رقمين، 2 و6. اختار رقم. رقم ستة؟ ستة. رقم ستة لصديقنا صالح محمد العريمي، شكرا لك يا صالح، تابعنا لنهاية البرنامج وإن شاء الله تكون أحد الفائزين معنا. والحين نروح لصديقتنا العنود مع المواهب. نكمل فقرة المواهب وناخذ صديقتنا لبنى، تفضلي معنا. يا سلام، لبنى هي من أكثر الأطفال متحمسين معنا اليوم، تصفق بصوت عالي. لبنى روحي هناك عند العنود، أو تعالي لبنى، تعالي أنت تقولي قصيدة. جميل، إذا تعال انشودة. حلو، تعالي هنا، أوقفي مثل ما وقفتي قبل. أهلا وسهلا يا لبنى، كيف حالك؟
لبنى، أنا من بداية البرنامج أنتظر اللقاء معك، أنا متحمس جدا، إيش راح تقدمين إن شاء الله؟ أنشودة. أنشودة، وعن إيش تتكلم هذه الأنشودة؟ أشكال الهندسية. عن الأشكال الهندسية؟ وأنتوا في المدرسة تتعلموا الأشكال الهندسية؟ إيش تعرفي من الأشكال الهندسية؟ هذا إيش؟ المربع. المربع، وأيضا؟ مستطيل. المستطيل و المثلث والدائرة. والمثلث والدائرة، ما شاء الله عليك يا لبنى. يلا نسمع القصيدة. أنا الصديق المستطيل، اسمي على رسمي جميل، صديقتي مدورة سميتها بالدائرة، لصاحب مثلث وآخر مربع، أشكالنا محببة لطيفة مرتبة. لطيفة مرتبة، وأنت لطيفة مرتبة يا صديقتنا لبنى، تستاهل تحية. حيوها. لا لبنى، عجبتك هذه التحية أو تريدي أقوى؟ أقوى. تريد أقوى، حيوها تحية أقوى. ما شاء الله عليك يا لبنى، بعيدا عن الأشكال. ليش أعلمكم أشياء ثانية في المدرسة؟ الأرقام، يعلمكم الأرقام؟ أيوه. ويعلمكم الحروف؟ أيوه. إيش تعرف من الأرقام؟ تقدر تعدي من 1 إلى 6؟ أيوه. يلا نشوف. 1، 2، 3، 4، 5، 6، كم؟ 7، 8، 9، 10. ما شاء الله، بعد أضافت لها لحن، تستاهل تحية صديقتنا لبنى، شكرا لك، أعطيني ناقل الصوت. وتجي صديقتنا غالية، تفضلي يا غالية. ايش راح تقدمينه يا غالية؟ نشيد. نشيد؟ يلا نسمع النشيد. أنا يا أمينة. لا لا يا غالية، أنا ما أسمع، أنا هنا عندك ما أسمع، أريد صوت عالي عشان الكل يحبك. يلا. هلا يا أمينة يا أمينة. ارفعي الميكروفون. يا حبيبة يا حبيبة يا عمان يا عمان يا عمان يا عمان، انت اجمل من الجمال، انت احلى من الاحلام، انت كل شيء كل شيء يا عمان يا عمان، جالولي جالولي اوصف جمال عمان، جلت لهم انا كيف بوصفها بجمال يوسف ولا بعطايا الرحمه، من كثر وصفي لها خلصنا الأوراد، جف الحبر مني وفوق هذا وذاك، زادها قابوس أمن وأمان. ما شاء الله عليك يا صديقتنا، تستاهل تحية. حيوها. تستاهل تحية صديقتنا غالية، ما شاء الله أنت متزينة بهذا اللبس العماني التقليدي النسائي، جميل يا صديقتنا غالية. غالية، من ساعدك في هذا اللبس؟ من اختار لك هذه الملابس الجميلة؟ من؟ أبوك. وموجودة معاي، موجود معاك أبوك وأمك أيضا موجودة معانا هنا في الاستديو. إذا كل التحية لهم أكيد، إذا هم في البيت أكيد يتابعوك، صحيح؟ ما شاء الله عليك يا غالية، تفضلي مكانك ونروح إلى مكالمة مع خلاص. شكرا يا يزيد، ونروح لآخر مكالمة ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معانا؟ ريم حسن جمعة سليمي. من وين تكلمينا يا ريم؟ من سمائل. من ولاية سمائل. طيب يا صديقتنا، اليوم موضوعنا يتكلم عن التراث، ايش تعرفي عن التراث؟ ايش المعالم التراثية الموجودة في سلطنة عمان؟ تراث دائما يكون تراث الآباء والأجداد. نعم. انزين، ايش الأشياء التراثية؟ القلاع والحصون وايش غيرها؟ والأفلاق. والأفلاق والمساجد. يلا نروح نشوف المسابقة. يلا معانا تراثنا الخالد، واكملي كذا. تراثنا الخالد مصدر الهام للأجيال. تراثنا الخالد مصدر الهام للأجيال. طيب يا صديقتنا، شكرا للمشاركة وتستاهل تحية. حيوها. طيب يا ريم، تبقى معنا رقم 2، ريم بنت حسن السليمية. شكرا لك يا ريم، واسمك دخل معنا في السحب، وتابعينا لنهاية البرنامج وإن شاء الله تكوني أحد الفائزين. يلا نروح لي. يا خلاص، نروح لآخر موهبة معنا اليوم، صديقتنا أسيل. تعالي يا أسيل، تفضلي ناقل الصوت.
أيوة يا أسيل تفضلي. أهلا وسهلا يا أسيل، كيف حالك؟ الحمد لله. إن شاء الله طيبة يا أسيل. إيش راح تقدمي لنا؟ شيء حلو. من غير إلقاء، أنت قدمتي شيء ثاني هنا صحيح؟ نعم. ما شاء الله، جميل. يلا نسمع القصيدة. وقف الزمان مرددا ترديدا لجلاء عرشك هيبة وصمودا، تتنغم الأرواح حين لقاؤه، فذ شجاع قائد سنديدا، قاد البلاد بحكمة وأدارها، وأتى على هذا الزمان فريدا. له درك كم صنعت محامدا، تسمو وتعلو في الحياة مجيدا. نوفمبر الخيرات جئت مبشرا بقدوم عهدك بعد حين جديدة. في يوم عيدك قد أنارت حضارة ونقشت اسمك في البلاد مجيدة. كانت عمان المجد تنبذ حظها، واليوم ترفل في النعيم مديدة. في عصر قابوس الهمام ترصدت هذه البلاد بعزة وبنودة. الله أكبر يا بلادي درة، أنت الجمال بعينه المفتدى. شكرا لك يا صديقنا، تعجز الكلمات عن وصفك يا قابوس، تعجز الأشعار والأناشيد عن وصف المنجزات التي قدمتها لعمان. اللهم احفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. الحين نروح إلى أخلاص وصلنا إلى السحب صحيح؟ يلا وصلنا إلى السحب ونسحب الفائزين الأربعة ونقول بسم الله. معانا أول فائز، يلا بسم الله، أول رقم وأول اسم، ولاء بنت سالم اليحيائية، تستي معانا بسبعين ريال عماني. وأيضا الرقم الثاني معانا رقم ثمانية، معانا فرح محمد العريمي. الرقم الثالث رقم ستة، صالح بن محمد العريمي. وآخر رقم معانا وآخر اسم رقم سبعة، ميزيان البلوشية. شكرا لكل المتصلين، فزتوا معانا بمبلغ 70 ريال عماني مقدم من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أصدقائنا المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى استمتعتوا معنا وبرفقتنا بالمحطات الرائعة التي يحملها برنامج علم ومرح، على أمل أن نلتقي فيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد، تابعونا.